السلام ومرحبا بكم، معكم أنيس السعودي رئيس مجلس الإدارة الشركة التعاونية للخدمات الفلاحية الازدهار القرعة الحمراء سبيتلة. أنتم الآن موجودين معنا في منطقة القرعة الحمراء فيما يخص اليوم عنا عملية تقليم الزيتون. احنا في إطار الشراكة مع وكالة التعاون الفني الألماني بالوساطة متاع المندوبية الفلاحية الجهوية بالقصرين، كونا الشبان حاملين الشهادة العليا في تقليم الزيتون. اتصلت بي شركة ازدهار القرعة الحمراء سبيتلة باش نقوم بأربع دورات تكوينية يتمثلوا في اللوز والفستق والمشمش والزيتون. تعلم الفورماسيون في سنتر بغراد صفاقس. أول حاجة لازم الخدام يكون عنده ماتريال يتمثل في بوات فارماسي وملزمة ومشكل وتسترا ومبرد. تو احنا باش نمروا لعملية التقليم، باش يكون معنا سي لطفي بخاطر هذه احنا شنو نحبوا؟ نحبوا نعدوا المساج او جيم دبلومي كيفاش مشى تكون وما بقاش بطا. كيفاش توا باش تعمل تورينا سي لطفي انت اليوم باش تورينا كيفاش باش تصبر الزيتون اللي وراك. حاضر. هاي تفضل هذه تسلم. أول حاجة ندور بالسجارة الزيتون. بالنسبة للعام الأول لسجارة الزيتون اختيار فروع رئيسية كان سقفي على 4 فروع، كان بعدها 3 فروع أو تنظيف السياق على مستوى 50 سنتي. العام الثاني تنظيف السياق على 50 سنتي واختيار فروع ثانوية والتنظيف الفروع الرئيسية. أما العام الثالث التنظيف كل ما هو في الفروع الرئيسية والثانوية.